باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل هذا الصباح من انجيل معلمنا متى اصحاح 4 عدد 23 بدا من عدد 23 الى اصحاح 5 عدد 16، يعني واخد جزء من اصحاح 4 وجزء من اصحاح 5. وهو زي ما حضراتكم سمعتوا خاص بالموعظة على الجبل، الموعظة على الجبل. كل الكلام اللي اتقال في انجيل النهارده كلكم عارفينه، وربما يكون بعضكم حافظ هذا الكلام. بنعمة ربنا كده عايزين نبص لهذا الانجيل او هذا الفصل من الانجيل بسرعة مع بعض التأملات البسيطة. متى 4:23، كان يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. هو عند اليهود كان في هيكل واحد اللي هو في أورشليم، لكن في نفس الوقت كان في ما يسمى بالمجامع في بلاد كثيرة. فالهيكل في أورشليم ده اللي بيحتفلوا فيه بالأعياد واللي بيقدموا فيه الذبائح، وهو هيكل واحد كان. لكن المجامع دي في كل مكان كان مهمتها انهم يتقابلوا يصلوا يصبحوا يقروا كلام الله ويعلموا فيها، زي ما تقول كده قاعات للاجتماعات الروحية. فكان الرب يسوع بيعلم في الهيكل وكان بيعلم في المجامع. وبولس الرسول لما كان بيخدم كان أي بلد يروحها سواء في اليهودية أو خارج اليهودية، ولما راح لآسيا الصغرى وراح لليونان الحتة دي كلها، كان أول حاجة يعملها يدور على المجمع ويدخل ويعلم، وبعد كده يطلع من المجمع يشوف باقي خدمته مع الأمم. فكان يسوع يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. كلمة بشارة يعني انجيل، اللي احنا بنقولها انجيل، يعني انجيل الملكوت. يعني ايه انجيل؟ يعني الخبر المفرح، الخبر اخبار مفرح. يعني هو انا جاي زي ما بتقول له احنا، انا جاي ابشرك، ابشرك يعني اقول لك خبر حلو، خبر حلو. فالكلام في انجيل هذا الصباح هو كلام عن بشارة الملكوت أو الأخبار المفرحة للملكوت. وبشارة الملكوت وإنجيل الملكوت ده كان حاجة أساسية سنترال مركزية في خدمة ربنا يسوع المسيح. هتلاقيه هو كتير قوي يقول ينبغي أن يكرز ببشارة الملكوت، وبعت تلاميذه يقول لهم روحوا قولوا لهم اكرزوا، قولوا لهم انه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. كلمة الملكوت من كتر ما سمعناها مبقناش واخدين بالنا منها، ولكن هي كلمة الملكوت ممكن تترجم الى مملكة، الى مملكة. ولكن صحيح كان فيه أو ما زال فيه ممالك أرضية، ولكن الكلام اللي بيتكلم عنه ربنا يسوع المسيح هو عن مملكة سماوية. زي ما قال بيلاطس، قال له مملكتي ليست من هذا العالم، لو كان مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يحاربوا عني. فمملكة المسيح هي مملكة الآب السماوي اللي المسيح أعلنها
وجاه علشان تتحقق، فهي مملكة. كلمة مملكة بتبقى في ذهننا أول ما يجي كلمة مملكة، زي ما تقول مثلا مملكة بريطانيا المتحدة، يبقى بالنا في الخريطة فين حدود المملكة أو الأرض بتاع المملكة. ولكن تعني أيضا مش بس الأرض بتاع المملكة، لكن تعني أيضا العلاقة بين الملك وبين أعضاء المملكة. ففي الممالك الأرضية فيه ملك وفيه كل الشعب أو كل الرعية هم عبيد للملك، ولكن في المملكة السماوية، مملكة الآب السماوي اللي ربنا يسوع المسيح جه بشرنا بيها وجه عشان يحققها، قال إن المملكة دي مش ملك وعبيد، ولكن ملك وأبناء وأولاد وبنات الملك. لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. فهي كلام عن ملوكية الله في قلوب أولاده، ملوكية الله في قلوب أولاده. الكلام ده مش حاجة بعيدة عنك، لكن أنا بكلمك الكلام ده بنعمة ربنا عشان أقول لك خلي بالك الكلام ده ليك أنت، لأن السؤال اللي بيطرح نفسه يا ترى الله فعلا يملك على حياتي؟ إجابة السؤال سهلة وصعبة في نفس الوقت، سهلة نظريا لكن صعبة من ناحية العملية. ملوكية الله إن أنا أعيش في علاقة حية أو في شركة مع الآب والابن بالروح القدس. أما شركتنا فهي مع الآب وابنه، وطبعا الشركة دي بالروح القدس. فهل أنا عايش في مملكة الله؟ أو ممكن أقولها بطريقة تانية، هل مملكة الله عايشة فيا؟ هل الله جوايا وجوا حياتي هو الملك بتاعي؟ هو الملك بتاعي؟ لما ربنا يسوع المسيح قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، فسيدين هنا زي ملكين، يا إما الله يا إما أي حاجة في العالم، المال الثروة أي حاجة في العالم. فأنت يا إما بتخدم الله وتبقى فعلا اتحقق فيك ملكوت الله أو ملوكية الله في حياتك، يا إما أنت بتخدم العالم والشهوة فأنت في مملكة تانية خالص هي مملكة الظلمة. فالكلام عن بشارة الملكوت، عن الخبر المفرح عن الملكوت. أنا مش عايز أنبك أنت عايش فين ولا مش عايش فين، لكن عايز أقولك أن في خبر حلو النهاردة بيقدمه لنا ربنا يسوع المسيح، هو بشارة الملكوت، بشارة الملكوت. وبعدين يقول يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. ايه علاقته ده ببشارة الملكوت؟ اقول لك ما دي نتيجة طبيعية او علامة على تحقيق الملكوت، انه يشفي كل مرض ويشفي كل وجع. لان لو الله فعلا هو الملك بتاعنا، لو احنا عايشين في ملكوت الله، هو بروح القدوس هيدينا هذه النعمة، نعمة الشفاء ونعمة الراحة من كل الأوجاع. بل أكتر من كده هيعطينا نعمة إن احنا نشفي ونريح التعبانين. ملوكية الله معناها، ملوكية الله أو مملكة الله معناها هيمنة الله على الإنسان بروح القدوس. يعني هقول لك زي إيه. عمرك شفت واحد عليه الشيطان؟ طبعا ده المثل من الناحية البعيدة خالص. واحد عليه الشيطان في الكتاب المقدس يقول لك ده مجنون وأعمى وأخرس،
فالشيطان استولى على كل حاجة في حياته. طب واحد بقى عليه الروح القدس يبقى شكله ايه؟ ده الناحية المقابلة خالص. يبقى الروح القدس مهيمن عليه وهو حاطط فيه حياة المسيح الإلهية، الحياة الإلهية من الآب حاططها في قلبه، وحتى السلطان الإلهي بتاع المسيح، الإمكانيات الإلهية اللي في المسيح الروح القدس يديها للإنسان. بل أكتر من كده قال: الذي يؤمن بي يعمل أعمال التي أنا أعملها يعمل أعظم من أني ذاهب إلى أبيه. يعني يبقى عنده نفس السلطان أنه يعمل هذه الأعمال وأكتر منها، يعمل هذه الأعمال وأكتر منها. كنت بقولك على الإنسان اللي ممكن يبقى لابسه شيطان، بيبقى الشيطان مهيمن عليه. طب الإنسان الملبوس فعلا أو الروح القدس مهيمن عليه يبقى شكله إيه؟ قالك ده حاجة تانية خالص. تعرف فيلبس؟ سمعت عن فيلبس الشماس؟ ده فيلبس الشماس ده مثال قوي إزاي هيمنة الله على الإنسان أو هيمنة الروح القدس على الإنسان، لدرجة يقولك إن الروح يخطفه ويشيله من حتة يوديه حتة. وزي حزقيال النبي نفس الحكاية، وزي يوحنا الرائي الروح القدس ياخده يطلعه للعرش الإلهي فوق. فهل أنا عايش في ملكوت الله ولا عايش في ملكوت الظلم؟ برضو أرجع أقول في خبر حلو، خبر حلو بيقوله ربنا يسوع المسيح في الكرازة بتاعته: قد اقترب منكم ملكوت الله. يعني في الترجمة الأصلية إن ملكوت الله في الإيد، at hand، يعني في متناول اليد. لما قالوا له هل يأتي ملكوت الله بمراقبة، لما قالوا له إمتى هيجي ملكوت الله، قال لهم لا يأتي بمراقبة لأن ملكوت الله داخلكم أو في وسطكم. فالخبر الحلو إن ملكوت الله اللي متحقق بالفعل في السماء بقى على الأرض وبقى لينا وبقى فينا وبقى فينا بخضوعنا لعمل الروح القدس وهيمنة الروح القدس على حياتنا، لأن أولاد الله يقتادون بروح الله. فالمسيح لما كان بيعمل الأعمال إنه يشفي المرضى ويطهر البرص ويفتح العميان ويخرج الشياطين ويفرح الحزانة ويكبر خاطر المكسورين ويغفر خطايا الخطاة ويرد الأشرار للتوبة، كل الأعمال دي كلها هي أعمال الروح القدس اللي فيه، لأنه مملوء بالروح القدس وهو واحد مع الروح القدس. وهي دي علامات أو صورة مثالية لعمل الروح القدس أو لملكوت الله في الإنسان. عدد 24: ذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. علامات الملكوت كانت واضحة خالص في حياة خدمة ربنا يسوع المسيح. جميع السقماء، جميع السقماء، كلمة جميع دي حط تحتها 100 خط، السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين. وكلمة المجانين في العصر ده كان مقصود بيها إن هم برضو اللي مسيطر عليهم إبليس وجننهم، والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. فهو بيكرز بالملكوت بالتعليم بتاعه وبيوريهم صورة حية للملكوت. أشوفوا ملكوت الله يبقى في إيه؟ ملكوت الله ما تلاقيش فيه واحد عيان، لأن ملكوت الله عمل الروح القدس هيشفي. ملكوت الله يريح التعبان الأوجاع. ملكوت الله بعمل الروح القدس يخرج الشياطين.
فبيقول أحضروا إليه جميع السقماء بالأوجاع بالأمراض الأوجاع المختلفة المجانين المصرعين والمفلوجين في شفاهم. تبعه جماعة كثيرة من الجليل العشر المدن وأورشليم واليهودية من عبر الأردن نزجت من كل حتة أن شافوا واقع جديد. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إحنا ما شفناش في التاريخ حد عمل مثل هذه الأعمال، ولكن كل هذه الأعمال كانت علامات على تحقيق ملكوت الله على الأرض في شخص ربنا يسوع المسيح. لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جاء جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. يعني حاجة جانبية كده للمعرفة، بس كلمة فتح فاه وعلمهم ده تعبير أصلا من العبري، أن العبري لما بيتكلم بيوصف حركة الإنسان مش بس بيقول المعلومة. فلما بيقول فتح فاه وعلمهم قائلا كان ممكن يقول وقال لهم وخلصت، لكن هو عايز يوضح يدي صورة لشكل المسيح أو شكل المتكلم هو بيعمل إيه بالظبط. المهم فتح فاه وعلمهم قائلا، هذا التعليم اللي قاله زي كل تعليم قدمه ربنا يسوع المسيح هو أيضا تعليم عن الملكوت، عن الملكوت. فأنت ممكن تسمع التطويبات اللي أنت حافظها من منطلق موضوع الملكوت، لأن التطويبات اللي قالها كلها ما بيقول طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزانة، طوبى للودعاء، طوبى للجياع والعطش البر، طوبى للرحماء، طوبى لأنقياء القلب، طوبى لصانع السلام، طوبى للمطرودين من أجل البر. كل الناس دول اللي اتذكروا هم الناس اللي وعدهم ربنا يسوع المسيح بالملكوت، فدول مدعوين للملكوت، دول مدعوين للملكوت. وانت ممكن ببساطة تلاقي نفسك واحد من دول، يا إما مسكين بالروح، يا إما إنسان حزين، يا إما وديع، يا إما جائع وعشار للبر، يا إما رحيم، يا إما نقي القلب، يا إما صانع السلام، يا إما مطرود من أجل البر. كل هذه العينات أو كل هذه الأمثلة هي أمثلة الناس المدعوين للملكوت، أن يتحقق فيهم الملكوت، ودي السمات بتاعتهم. فأنت حاسس أنك مسكين أقول لك يا بختك، ليه؟ الملكوت بتاعك. لو حاسس أنك حزين أقول لك يا بختك، ليه؟ في بشارة حلوة، الملكوت بتاعك. حاسس أنك وديع، حاسس أنك جائع وعطش البر إلى آخره. فكل هذه الأمثلة هي سمات للناس المدعوين لملكوت الله، لملكوت الله، أو يتحقق فيهم ملكوت الله. ففي أيام الرب يسوع كان الناس غلابة قوي، فلما يقول لهم طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. المساكين بالروح ناس غلابة، غلابة بالروح، ناس حاسين كده نفسهم مكسورة من جواهم. طب دول مش الناس اللي هم في القصور بتاع الملك، هم اللي عايشين في المملكة؟ الرب يسوع قال لا، دي المساكين هم المدعوين للمملكة دي، المساكين بالروح مدعوين للمملكة دي. طب هم مش الناس اللي عاملين سهرات وفرحانين وبيهيصوا وبيرقصوا، دول عايشين في ملكوت؟ يقول لا، ده ملكوت مش صحيح. الملكوت الصحيح هو الناس الحزانة، يبقى ليهم عزاء بالروح القدس. الودعاء يرثوا الأرض، الودعاء يرثوا الأرض. كلمة يرثوا الأرض برضو أصلها العبري الأرض هأرتس، هأرتس هي مقصود بها أورشليم. فالودعاء هيرثوا أورشليم، هيرثوا أورشليم الجديدة. الجياع والعطاش للبر، الناس اللي عطشانة للبر، يعني مش الكتب الفارسيين اللي هم عارف
حاسين انهم عارفين كل حاجة وحافظين كل حاجة وانهم ابرار في عيون انفسهم. دول عايشين في ملكوت شخص بتاعهم. لكن الانسان اللي عايش جائع للبر الالهي ومش حاسس ببر نفسه وحاسس ان هو محتاج ياكل ويشرب من الحياة الابدية, ده هو ده اللي هيشبع. فالتطويبات بتتكلم على الناس المدعوين للملكوت, ونهاية التطويبات تقول لنا عمل الملكوت في حياتهم. هم ليهم ملكوت السماء, هم يتعزوا بالروح القدس, هم هيرثوا الأرض, هم هيشبعوا, هم هيرحموا, هم هيعين الله, هيعين الله. فدعوتك ان انت تعيش في نقاوة قلب عشان تعين الله. دعوتك النهاردة انت مدعو تبقى صانع سلام علشان تبقى ابن الله او مدعو ابن الله. ولو انت في يوم من الايام كنت مطرود من اجل رسالة الملكوت من اجل البر, يا بختك لان لهم ملكوت السماوات. في العدد 13 و14 قال الناس اللي ادعوا للملكوت وقبلوا ملوكية الله في حياتهم ان الله يملك عليهم بالروح القدس ويعيشوا في شركة حقيقية مع الاب والابن بالروح القدس, الناس دول صاروا ملح للارض. يعني العالم كله والحياة كلها ملهاش طعم بدون اولاد الله, هم اللي عاملين زي الملح وصاروا أيضا نور للعالم. هذه الصورة السريعة المجملة عن المدعوين للملكوت, عن حقيقة الملكوت أو طبيعته المدعوين ليه, والحاجة اللي بيحسوها لما يملك الله عليهم. هذه الصورة دي صورة جميلة جدا, لكن ما ينفعش إن أنا هاخدها وأطلع بره كده أقول أنا همسك بقى أول آية هعملها عشان أبقى مسكين بالروح ولي ملكوت السموات. أنا لازم أبقى ملح الأرض, أروح أعمل نفسي ملح الأرض, أو أنا لازم أبقى نور للعالم. ما ينفعش, مش هينفع أنها تبقى كده, لأن هذا الكلام كله اتحقق في شخص واحد, واللي اتحقق في شخص واحد هو لينا احنا النهاردة. يعني ايه؟ يعني بصراحة لو انت قريت التطوبات دي من منظور تاني وقعدت تفكر, هو المسيح كان بيتكلم عن نفسه؟ اقول لك كان بيتكلم عن نفسه, لان انت هو مسكين بالروح, هو ناقل القلب, هو داء الحزن, هو اضطرب من أجل البر, هو ملح العالم, هو نور العالم, قال أنا هو نور العالم. فتحقيق هذا الكلام كله أصلا اتحقق في شخص المسيح نفسه. فلما بيقولوا له امتى يجي ملكوت الله أو العلامات بتاع ملكوت الله, قال ملكوت الله في وسطكم among you أو في داخلكم. الاثنين ترجمة صح. ملكوت الله, عايز تشوف ملكوت الله شوف المسيح, شوف حياة المسيح, ادرس حياة المسيح وشوف عاش ازاي. اقول لك ده صورة للشخص اللي فيه فعلا متحقق ملكوت الله بكل ابعاده, بكل ابعاده. فلو قلنا مثلا طوبى للانقياء القلب لانهم عينون الله, هو في حد قلبه نقي زي قلب المسيح؟ فمن الناحية البشرية هو أيضا عين الله, من الناحية الإلهية واللاهوتية هو ابن الله الذي في حضن الآب, وهو اللي يعرف الآب وهو اللي بيعلن الآب. فما فيش حد أكتر منه سواء لاهوتيا أو روحيا أو بشريا, ما فيش حد أكتر منه تحقق فيه هذا الكلام. فكل هذه التطوبات وكل هذا الكلام اللي اتقال النهارده عن ملكوت الله هو متحقق بالفعل في شخص المسيح,
كلمة الله المتجسد. فبيقول ملكوت الله وسطكم. انتم مش شايفين ليه الملكوت؟ قالوا انت بعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. قالوا انتم مش شايفين صح؟ انتم لو شايفين صح وعرفتوا ان انا بخرج الشياطين بروح الله قد اقبل عليكم ملكوت الله. لو فهمتوا دي ان انا بروح الله بخرج الشياطين يبقى فهمتوا ان انا اتحقق في الملكوت وملكوت في وسطيكم. فالملكوت متحقق في شخص المسيح. ابقى حكيت وسطيكم وفيكم. وقلت لك الترجمة الاثنين صح. لان احنا مدعوين مش ان احنا ناخد وصايا ونحاول ننفذها بنفسنا. ولكن ان احنا ناخذ المسيح نفسه بكل ما للمسيح. بكل ما للمسيح. فده الخبر الحلو في بشارة الملكوت اللي بيدهلنا فصل انجيل النهاردة. انه المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح فيكم. بشارة الملكوت. المسيح جه مش عشان يعيش معنا. ولكن عشان يعيش فينا. عشان يعيش فينا. الاب السماوي حب يدينا حياته الالهية. الحياة التي كانت عند الاب اظهرت لنا في شخص المسيح. وقال عشان اخلي الحياة الالهية بتاعتي. الاب السماوي يقول عشان اخلي الحياة الالهية دي تبقى حياتكم انتو. هديكوا ابني. مش يعيش معاكم. مش مجرد انه يموت ويصعد ويتمم الفداء وخلاص. لا. عشان بعد كده لما اجيب الروح القدس. الروح القدس يعطيكم حياة المسيح الالهية. يأخذ مما لي ويعطيكم. يأخذ مما لي ويعطيكم. طيب انا موضوع الملكوت ده حلو. نفسي اعيش في الملكوت ونفسي ملكوت الله بيتحقق فيا. اقول لك سهلة قوي. وصعبة قوي. سهلة لانها في المتاحة بالروح القدس. لكن صعبة انك تحققها بقوتك البشريه. فسهل انك انت باتحادك بالرب يسوع. الروح القدس يعطيك باتحادك بالرب يسوع وثبات الرب يسوع فيك يعطيك الملكوت ده. يبقى ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله داخلكم. يعني يبقى في هيمنه لله في حياتك. يبقى الله مهيمن عليك بالروح القدس. يبقى كل أعمالك وكل تصرفاتك هي أعمال إلهية بالروح القدس. يبقى فيك وليك السلطان بتاع المسيح اللي هو بيقدم علامات الملكوت. خسارة ان احنا عايشين فقراء مع اننا مدعوين لغنى مجد عجيب ميراث القديسين. ميراث القديسين. وخسارة ان احنا عايشين فقراء مع اننا في كل قداس. كل قداس. ما يقس ان انا اقولها كل مرة. كل قداس. خذوا كل هذا هو جسدي. خذوا اشربوا هذا هو دمي. ان ياكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. يثبت فيا وانا فيه. قال اللي يحبنا يحفظ كلامي. انا احبه ابي يحبه عنده ناتي واليه نصنع منزلا. يعني حتى تناولنا من الاسرار المقدسه معناه حلول المسيح فينا بالروح القدس. وحلول المسيح فينا بالروح القدس معناه حلول الملكوت. معناه حلول الملكوت. فانت يا عزيزي وانت يا اختي هل انت عايشين في الملكوت ملكوت الله ولا في ملكوت العالم؟ الدعوه ليك النهارده دعوه ليا. بقول يا رب اعطيني نعمه واعطي كل السامعين نعمه انهم يفهموا الكلام ده بالروح القدس. ان تعطيهم استنار القلب عشان يستقبلوا غنى مجد عملك في المسيح يسوع. وغنى مجد براسك في المسيح يسوع. انت حزين. انت مسكين. انت وديع.
انت عطشان للبر، انت رحيم، انت نقي القلب. كل دي علامات الملكوت تتحقق فيك، تحقق فيك. وقت تعبك تحس بتعزية وراحة، وقت وجعك تحس براحة، وقت رحمتك للآخرين تحس برحمة الله ليك. في نقاوة قلبك تعين الله. كل دي علامات الملكوت، كلها لينا، متقدمة لينا في شخص المسيح، في شخص المسيح. قل له النهاردة، قل له أنا النهاردة ربي عايز من كل قلبي، عايز أترك أي هيمنة للعالم من جوايا، وعايز بس روحك القدوس هو اللي هيمن على حياتي. أعطيني النهاردة ربي لما أتناول جسدك ودمك إن أنا بالفعل أخدك، بالفعل أتحد بيك، كياني كله يتحد بيك. أعطيني يا ربي إن أنا أعيش في ملكوتك، وملكوتك يتحقق فيا من خلال اتحادي بشخص ربنا يسوع المسيح بالروح القدس وفي الأسرار الإلهية وفي كلمة الله. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وللأبد، آمين.